الاستاذ الدكتور احمد هلال عميد الكليه فليتفضل مشكورا. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمحوا لي إن أنا آخذ دقيقتين ثلاثة أقول كلمة لكتاب جئنا سبق العظيمة لتاريخ الوطن وبتشريف هذه القامات الرفيعة اللي إحنا بنعتبر ده يوم مميز في تاريخ كل يوم. تحت رعاية كريمة من الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمود أحمد زكي وبحضور معالي النائب الأستاذ الدكتور محمد حسين محمود نائب رئيس الجامعة، نرحب بضيوفنا الكرام معالي وزير المحافظ السيد اللواء عبدان حرب علي حفزي محافظ شمال سيناء الأزهر، معالي الوزير السيد اللواء أركان حرب طارق المهدي محافظ الوادي الجديد والإسكندرية الأصغر، وسعادة العقيد إسماعيل إبراهيم مدير التربية العسكرية بالجامعة، والشاعرة علا حويضة ابنة الكلية وخريجتها، وزملاء الأعزاء وكلاء الكلية، وتحت رعاية راعي الوطن جميعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بهذه المناسبة، وهي مناسبة حرب أكتوبر، لقد كانت حرب أكتوبر من عام 73 هي بلا أدنى شك أحد أهم وأعظم الأحداث التاريخية في العصر الحديث، والتي غيرت العديد من المفاهيم والأفكار السياسية والاستراتيجية والعسكرية، ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل امتدت آثارها إلى العديد من مناطق الصراع حول العالم. وهنا نشير إلى العديد من النقاط، إلى نقاط عديدة استطاعت فيها حرب أكتوبر أن تغير الكثير من المبادئ على المستوى الفكري العالمي الاستراتيجي والعسكري. النقطة الأولى، أحد أهم الإضافات التي حققتها حرب أكتوبر لمبادئ القتال في العقيدة الغربية مبدأ النوعية، بعدما اعتمدت مقارنة بالقوات الجوية قبل حرب أكتوبر على الأسلحة والمعدات كالدبابات والمدفعية والطائرات والغواصات والمدمرات. ولعل أشهر الدراسات التي تناولت هذه النقطة هي التقرير السنوي الشهير لمعهد الدراسات الاستراتيجية في لندن بعنوان التوازن العسكري، الذي كانت تعتمد مقارناته بين القوات العسكرية على عدد المعدات والأسلحة التي تمتلكها. وجاءت حرب أكتوبر 73 لتقلب هذه الموازين تماما، خاصة أن هذا التقرير كان قد ظهر في نسخته السنوية قبل حرب أكتوبر مؤكدا التفوق الكامل لإسرائيل في الأسلحة والمعدات، مما أسهم في إقناع معظم دول العالم بأن مصر لن تغامر في الحرب. وجاءت حرب أكتوبر سيفا بطارا يقلب هذه التوقعات رأسا على عقب، ويعيد الحق إلى أهله والأرض المسلوبة إلى أحضان مصر. أما النقطة الثانية، فأن حرب أكتوبر قد أوجدت عاملا جديدا لم يظهر من قبل في حسابات القوى العسكرية العالمية، وهو الجندي المصري، ذلك الجندي الذي يعود إليه الفضل في أن تقوم معاهد الدراسات الاستراتيجية والعسكرية في العالم بإضافة عامل جديد لحسابات القوى، وهو النوعية القتالية، ويقصد بها الفرد المقاتل، ذلك العامل الذي غاب قبل عام 73 عن كل الحسابات والتقديرات، مما أدى إلى نتائج مغلوطة عن تفوق الجيش الإسرائيلي. ولعلنا نتذكر ذلك اليوم السعيد لنا والأسود في تاريخ إسرائيل، يوم 9 أكتوبر عندما وقفت جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل
وبجانبها مشيد أيان وزير الدفاع في مؤتمر صحفي شهير لتعلن هزيمة إسرائيل وأن الدولة اليهودية تصارع الآن من أجل البقاء. ولعلنا أيضا نتذكر مقولة شارون عندما سأله خبراء معهد الدراسات الاستراتيجية في لندن: ما مفاجأة حرب أكتوبر لكم أيها الإسرائيليون؟ فأجاب: الجند المصري الجديد. وختاما، لا يسعنا إلا أن نقر بأن الانتصار المصري في حرب أكتوبر 73 قد غير العديد من المفاهيم في مجال الفكر العسكري العالمي، وسوف تظل هذه الحرب العظيمة عملاً عسكرياً مسجلاً حققته القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع شعب مصر العظيم وبمساندة كل من الشعوب والجيوش العربية لترتفع هامات العرب جميعاً بعد أعظم انتصارات العصر الحديث. وفي الختام أشكركم جميعاً على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا معالي العميد على هذا الطرح الطيب. والآن مع كلمة معالي الأستاذ الدكتور محمد حسين محمود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية طبعا أنا جاي نيابة عن السيد الأستاذ الدكتور محمود أحمد زكي رئيس الجامعة في المكان. أتمنى إن هو الأفضل ندوة تامة زي دي. كفاية الاسم أو العنوان انتصارات أكتوبر. أي ندوة تقام تحت هذا العنوان لو أنتم تابعتوا هتلاقوا إن معظم الجامعة كل إدارة الجامعة السيد رئيس الجامعة والنواب سبب المدى بنبقى مستمتعين ان احنا نحضر ندوة بالشكل ده، ودائما بنستمتع بالكلام الجديد. نيابة عن السيد الدكتور محمود زكي برحب بالسيادة اللواء، سيادة اللواء أرقام حرب علي الحفصي محافظ شمال سيناء الأسبق، أهلا بسيادة الكابتن نواب الجامعة، السيد اللواء أرقام حرب طارق المهدي محافظ الوادي الجديد الأسبق ومحافظ الإسكندرية الأسبق، أهلا وسهلا بسيادة الكابتن نواب الجامعة، الكاتبة والشاعرة مولى، أهلا بسيادة الكابتن، السيد العميد إسماعيل إبراهيم طارق التربية العسكرية الكلية، أهلا بسيادة الكابتن، السيد عميد الكلية، السادة وكلاء الكلية، السادة أعضاء التدريس، أبنائي من الطلاب. دايما حرب أكتوبر من الموضوعات اللي ممكن تتكلم من ورق وممكن تتكلم من الذاكرة، بيطلع الكلام من القلب في كل الأحوال، ولو سيبنا المجال ممكن يعني يتسح الوقت لساعات إن احنا نتكلم عن حرب أكتوبر. السؤال هو يمكن انتم معظمكم يعني سنكم صغير ويمكن ما حضرتوش الحرب، هل هنفضل نتكلم عن حرب أكتوبر؟ ده سؤال مهم قوي. الإجابة كل إنسان منا عنده نقط مضيئة في حياته بيفضل يتكلم عنها، يعني مثلا درجة كويسة أوي بتفرق وممكن يكون في ابتدائي، مش لازم ثابتة ابتدائي، بيبقى مرتبط معاه بإيه؟ زي ما أنا قلت نقطة مضيئة في حياته. كل أسرة عندها حد مثلا في الأسرة دائما بيفتخر بيه، بعد 100 سنة وبعد أكتر تلاقي الأسرة دي بتفتخر بالشخص ده بالذات وتذكر اسمه وتعيد تاني الحاجة اللي بتخليها تبتسم بيها. في أمم بتدور في تاريخها عشان تلاقي نقطة مضيئة بتدور. مصر طبعا دولة كبيرة، وعجبني بعض التعليقات من الطلاب بقوا يعملوا مجموعات فيسبوك وهكذا، عجبني وصف جميل قوي كان كتب جمهورية مصر على بصمة، وكان بيصور المشروعات القومية الكبرى بشكل احترافي جدا، وأقعد أبص على الصور اللي على الموقع ده وأقول معقولة الصور دي في مصر؟ بس أنا عارف إنها في مصر، بس اتصورت واتعرضت بشكل جيد قوي. والاسم ده مش موجه من حد، ده هو المجموعة من الشباب
اللي جمعوا الصور دي هم حاسين انهم في جمهوريه عظمى، فسموا كده الجزء بتاعهم على الفيس سموه بالاسم الجميل ده. تحاول الكوبر دي من النقاط المضيئه في حياه مصر، ده ممكن لو حد يتكلم يبدا بيه، وبقى في تعبير بيه.